بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هيكون عبارة عن توتوريال هنتكلم فيه عن السيرفيسز اللي بتقدمها لنا امازون عشان نعرف نتعامل معاها ديستريبيوت فاست. هنتكلم عن كذا نقطة. أول نقطة، ايه هي السيرفيسز اصلا اللي بتقدمها لنا امازون عشان نعرف نتعامل مع الدي اف اس او ديستريبيوت فاست سيستم. تاني حاجة هنتكلم عن شوية بيزكس نتوركينج للاي دبليو اس او الامازون ويب سيرفيسز. بعد كده هنتعامل مع تو سيرفيسز اساسيين. أول سيرفيس عندها الاليستيك كومبيوت كلاود اللي هي عبارة عن اسمها اي سي 2، دي انا بحتاجها عشان اعمل منها انستنس، وهنفهم دلوقتي يعني ايه اصلا اي سي 2 انستنس. بعمل منها انستنس عشان اعرف اكومينيكيت بيها مع الالاستيك فايل سيستم، وهنعرف ايه هي الكي بير والسكيورتي جروب عشان اظبط السكيورتي بتاعه الالاستيك كومبيوت كلاود. وفي الاخر خالص هنتكلم على الالاستيك فايل سيستم او الاي اف اس اللي هي بتسبورت عندنا الديستريبيوت فايل سيستم. اول حاجه هنتكلم عليها هي ايه هي السيرفيسز اصلا اللي بتقدمها اي دبليو اس. اول حاجه عندنا هي الامازون اليستيك فايل سيستم او دي اف اس، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل في التوتوريال بتاعتنا. بعد كده في شويه سيرفيسز ثانيه، الاف اس اكس، عندنا ستورج جيت واي، عندنا سمبل ستورج سيرفيس، والاس اس 3، وعندنا اليستيك بلوك ستور. الاس 3 هنتكلم عليها شويه في الفيديو ده، بس هنتعامل معاها از اباكج بس او از اباكج، نحط فيها شويه ملفات عشان نتعامل بيها مع الاليستيك فايل سيستم. فالسيرفيس الاساسيه بتاعتنا هي الاليستيك فايل سيستم. بعد كده نتكلم على شوية بيزكس للـ AWS Networking. بس افتح القلم كده. اول حاجة عندنا هي الـ VPC. الـ VPC دي هي عبارة عن Virtual Private Cloud، هي Virtual Network في الـ AWS Cloud بتخليك Logically Isolated Section من الـ AWS Cloud. ممكن انت تلانش اي Resources للـ AWS في Virtual Network انت بتدفاينها، وانا في دلوقتي بالتفصيل ايه هي اصلا الـ VPC، وهنشوف دلوقتي Diagram بيفسر الدنيا كلها. تاني حاجة عندنا هي الافابيليتي زونز، هي فيزيكالي سيبريت داتا سنترز. انت عندك ديفولت ايزت او ديفولت افابيليتي زونز، فيها شوية افابيليتي زونز تانية هي سيبريت داتا سنترز عشان تبقى اندبندنت على الافابيليتي زونز التانية، ويبقى عندها كل الاون باور بتاعتها والنتوركينج بتاعتها والكونكتيفيتي بتاعتها عشان ما تشيلش هم ان يكون في لود كبير على اي زون موجود عندك. تالت حاجة عندنا هي السبنتس، هي عبارة عن سب ديفيجنز من الـ VPC. بتعمل لنا ايه؟ بتخليك تعرف تلانش اي انستنس او اي امازون اليستيك كومبيوت كلاود اللي احنا هنتكلم دلوقتي انستنس اند اذر ريسورسز ان ا سبنت. هي يعني هي جزء من الـ VPC بتاعتنا، جزء من الكلاود بتاعنا، بس بخليها اجزاء اجزاء كده عشان اعرف اتعامل معاها مع الانستنس بتاعتنا. اخر حاجه عندنا عايزين نتكلم عليها الاي سي 2 انستنس، هي فيرجوال ماشين. انت بتكرييت فيرجوال ماشين عندك، بتعرف تكونفيجر فيها الاوبريتنج سيستم انت عايزه سواء كان لينكس ويندوز ايا كان، وتعرف تكونفيجر شويه نتوركينج كونفيجريشنز، وكمان تكونفيجر الابلكيشنز انت عايز تتعامل معاها. ودي رسمه كل اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. اول حاجه عندك خالص هي الفي بي سي. الفي بي سي دي هي كلاود كبير كده، فيرجوال برايفت كلاود للاي دبليو اس. ممكن تديفاين انت كمان في بي سي خاصه بيك. انت هيكون عندك ديفولت افابيليتي زون مثلا وليكن اسمها ايه، اليو اس ويست 2، ده هيكون كده هو الديفولت الافابيليتي زون بتاعتك. هي متقسمه لجوه الفي بي سي دي عباره عن 3 افابيليتي زونز اللي هي ال 2A و 2B و 2C. تمام، يبقى كده هي دي الفي بي سي، ده الافابيليتي زون بتاعتي. جوه الفي بي سي متكون شويه سبنتس، ادي سبنت وادي سبنت وكمان في سبنت هنا. ف كل سبنت هيكون موجود في الفي بي سي، كل السبنتس هتكون موجوده في الفي بي سي. الفرق انك ممكن تخلي تو سبنت مثلا موجوده في افابيليتي زون واحده بس، بس هنا مثلا السبنت دي واحده بس في افابيليتي زون واحده بس. تمام. بعد كده عندي الحاجه الاقل منها اللي هي الاي سي 2 انستنس. الاي سي 2 انستنس دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي فيرجوال ماشين، انا بكريتها او بكونفيجر الكونفيجريشنز بتاعتها جوه سبنت معين. ممكن اعمل انستنس هنا، ممكن اعمل انستنس هنا، والامازون انستنس اي سي 2 بس ممكن اعمل منها 2 انستنس اتعامل معاها. بعد كده هنتعامل بقى مع التفاصيل بتاعت الكوميونيكيشن بتاعت الاليستيك فايل سيستم، بس انا بس كنت بركز على الفي بي سي، يعني هنشوف نفس الدياجرام ده قدام بس مع شرح الماونت تارجت والاليستيك فايل سيستم. اول حاجه هنتكلم عليها زي ما قلنا الاليستيك فايل سيستم او اليستيك كومبيوت كلاود، اللي هو اول حاجه اللي هي الاي سي 2 انستنس. اول حاجه ايه هي الامازون اي سي 2؟ هي بتبروفايد كومبيوتنج كاباسيتي للويب سيرفيسز بتاعتك او للاي دبليو اس كلاود بتاعتك. بتاليمينيت احتياجك انك تنفست من الهاردوير والسوفت وير والحاجات اللي انت عايز تعملها. انت بيديك كونفيجريشن ماشين كده، كونفيجريت ماشين كده عشان تعرف تتعامل مع السيرفيس بتاعك او الريسورسز بتاعتك.
ممكن تلانش منها اس ميني او اس فيو فيرجوال سيرفيس اللي انت عايزه، وتقعد تكونفيجر السكيورتي بتاعتها والنتوركينج بتاعتها والمانج الاستورج بتاعتها. بتنيبل ليك انك تسكيل اب اور داون تو هاندل تشينج ريكويرمنتس، وهنشوفها دلوقتي. دي من الفيتشرز بتاعت الاي سي 2 اصلا. الفيتشرز بتاعتها اول حاجه انك تعمل انستنسز اللي هي عباره عن فيرجوال كومبيوتنج انفايرمنتس، تعمل انستنس كامله عباره عن فيرجوال كومبيوتنج انفايرمنتس. الانستنس دي بتكون انت بتعرف فيها ايه اصلا؟ بتعرف فيها حاجه اسمها الامازون ماشين ايمجز، اللي هي ممكن تكون عباره عن لينكس، ممكن تكون عباره عن ويندوز، ممكن تكون عباره عن اي حاجه. هي دي بري كونفيجر تمبلتس للانستنس بتاعتك، وكمان تزود عليها شويه كونفيجريشن السي بي يو بتاعتك، زي الميموري، زي الاستورج، زي النتوركينج كاباسيتي للانستنس بتاعتك اللي هي بتتسمى الانستنس تايب. وكل الكلام دوت هنعرف ازاي نعمل كونفيجريشن في الامازون او في الاي دبليو اس كونسول بتاعتك. وعشان تسكيور اللوجن انفورميشن بتاعتك للانستنس بتاعتك بتستخدم الكي بير، والاي دبليو اس بتاعتك بتستخدم الكي بير اللي هو عباره عن برايفت كي بلس بابليك كي. الاي دبليو اس بتستور ليك البابليك كي بتاعك، انت بس اللي هتستور البرايفت كي. يو ستور برايفت كي ان سكيور بليس، انت هتحمل البرايفت كي عندك على الديسك توب عادي، ولما تحتاج تستخدم الكي بير بتاعتك بتحط البرايفت كي اللي انت عامله ستور، والاي دبليو اس اوتوماتيك هيعرف يماتش دوت، وهيعرف انك انت صاحب الشخص اللي عايز تعمله سكيور، او انت الاوثنتيكيشن بتاعتك تمام، يعني هتعرف ايه تكمل في الاكسس ده او ايا كان هنعمل بيه ايه الكي بير ده. وكمان حاجه انك ممكن تعمل سكيورتي جروب. سكيورتي جروب دوت بالظبط بيعمل زي الفاير وول. الفاير وول دوت لو شفنا صورته، هنشوف صورته قدام. الفاير وول دوت هو عباره عن بس انك بتقول مين الاي بيز اللي بتعدي، او انهي ريكويستس ممكن تاكسس الريسورسز بتاعتك، وهنشوف بالتفصيل كمان شويه. واخر حاجه خالص زي ما قلنا الفي بي سي كلاودز، اللي هو فيرجوال نتوركس يو كان كرييت لوجيكالي ايزوليتد مش عارف ايه كونكت اور يور اون نتورك، اللي هي ممكن تكاري كمان في بي سي خاصه بيك. او احنا في اغلب الكونفيجريشنز دي هنسيبها باي ديفولت، الاي دبليو اس سايباها فيها، هيجي لك شويه ديفولت كونفيجريشنز احنا هنسيب شويه منها وهنكريت شويه منها. الكيبر بتاعنا احنا اتكلمنا عليه، امازون بتستخدم بابليك كي كريبتوغرافي اللي هو عندنا بابليك كي بلس برايفت كي زي ما قلنا من شويه. لينكس انستنس اللي احنا نعملها، احنا نعمل انستنس او اي سي 2 انستنس من لينكس اللي هو الاي ام اي، ما بتستخدمش باسورد، فانت بتحتاج كيبير عندك عشان تعرف تلوجن الانستنس بتاعتك بطريقه سكيور. فانت هتحتاج تعمل كيبير، هتخلي الاي دبليو اس هيحتفظ لك بالبابليك كي عادي، وانت هتحتفظ بالبرايفت كي. لما تحتاج تعمل اكسس او تحتاج تعمل لوجن للانستنس بتاعتك هتحمل له البرايفت كي عشان يعرف يتعامل مع البابليك، او يعرف يماتش مع البابليك كي ويعرف ان الاوثنتيكيشن بتاعتك هي صح. انت بتحدد بس كل اللي انت بتحدده، بتحدد الكيبير او الاسم بتاع الكيبير عندك، وبعد كده وانت بتلانش الانستنس بتاعتك انت بتبروفايد برايفت كي زي ما قلنا، وهيتعامل مع حاجه اسمها الاس اس اتش او السكيور شيل. دي هي دي اللي هنتعامل معاها عشان نعرف نشتغل او نفتح الكوماند لاين انترفيس بتاعنا من الاي سي 2 انستنس، وهنشوف برضو بتعمل ازاي. ده التفاصيل بتاعت الكيبير، اللي انا في الاول خالص باخد اوثنتيكيشن من السيرفر ان الايدنتي بتاعت السيرفر هي تمام، فالاس اس اتش او السكيور شيل اللي هو انا في الاخر يعني كلاين هديله الكي بتاعي، فالكي هنا هيكون مبعوث للسيرفر بتاع السكيور شيل، وفي الاخر خالص الاوثنتيكيشن بتاعتي للسيرفر اللي هو انا الشخص بالبرايفت كي بتاع ده. السكيورتي جروب بتاعتنا هي بالظبط بتتعامل كفاير وول، وانا بديفاين الفاير وول بتاعتي او السكيورتي جروب دي، انا بديفاين شويه رولز. الرولز دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انا انهي جروب او انهي الريكوستس اللي انا هعمل لها انيبل ان هي تاكسس الريسورس بتاعتي. يو كونكت يور اللي هو الانيبل يو تو كونكت تو يور انستنس فروم يور اي بي ادريس يوزنج الاس اس اتش، ودي اللي هنتعامل معاها. بعد كده ممكن تكمل تزود الان باوند او الاوت باوند للاتش تي بي او الاتش تي بي اس اكسس فروم اني وير. يبقى انا هنا محتاج اعمل اي بي ادريس بتاعي انا للاس اس اتش، ممكن كمان اخلي اي حد من بره ياكسس بالاتش تي بي او اتش تي بي اس ريكويستس من اي مكان، او احط انا اي اي بي ادرس اخليه اكسسه من اي مكان. ال ان اف اس بتاعتي هي عباره عن نتورك فايل سيستم،
هو بروتوكول بيستخدم للشيرنج فايلز ما بين الاي سي 2 وما بين الاي اف اس Elastic File System، وده اللي هنتعامل معاه. ال ان اف اس ده هو البروتوكول اللي او البروتوكول اللي بيسبورت الاي اف اس، يبقى الاي اف اس بيسبورت ال ان اف اس بروتوكول، وده بيخلي ايه؟ بيخلي مالتيبل اي سي 2 انستنسز تاكسس نفس الاي اف اس وتخليه شير داتا بتوين انستنس ران ابلكيشنز ذات ريكوير شيرد فايل ستورج. بتخلي البروتوكول ده بيخلي كذا انستنسز من الاي سي 2 ياكسسوا نفس الاي اف اس في نفس الوقت، وهنشوف دلوقتي اللي احنا هنفتح 2 انستنس مختلفين خالص عن بعض. دي مثلا اي سي 2 1 ودي اي سي هي اصلا اسمها 2، فدي مثلا كده 1 ودي الاي سي 2 2 انستنس 2، واخليهم يشيروا نفس الاي اف اس، وهعرف هكتب حاجه هنا هتتقري في نفس الوقت لهنا نفس الشكل ده، وهنشوفه قدام تاني. لو انت هنا اي سي 2 وهنا اي سي 2 هما الاثنين بيأكسسوا نفس الالاستيك فايل سيستم الاي اف اس، ده بفضل البروتوكول اللي هو اسمه ان اف اس. ازاي الفاير وول بيشتغل؟ هو بس ده اي ريكوست بيجي لك من هنا، ده السكيورتي جروب اللي انت عامله للانستنس بتاعتك، في شويه ترافيكس انت مش عايزها وفي شويه ترافيك اللي انت عايزها، انت بتحدد انهي اللي يعرف يعدي السكيورتي جروب ده عشان ياكسس البرايفت نتورك بتاعتك او الريسورسز او الانستنس اللي انت عاملها. دلوقتي احنا اتكلمنا باختصار شويه، مش عايز اقول بالتفصيل عشان في معلومات اكتر بكتير، بس اتكلمنا عرفنا ايه هي عباره عن الانستنس بتاعت الاي سي 2 دي اساسا، والسيرفيس دي ممكن تقدم لنا ايه، او الفيتشرز اللي موجوده فيها زي الفاير وول او سكيورتي جروب، زي الكي بير، زي ان هي تنفع تاكسس كذا او ان كذا انستنس منها تعرف تاكسس نفس الاي اف اس في نفس الوقت والكلام ده. هنخش بقى في السيرفيس الاساسيه بتاعتنا اللي هي الالاستيك فايل سيستم. الالاستيك فايل سيستم دي هي عباره عن بتبروفايد سيرفر سيرفرلس وفولي الاستيك فايل سيستم. يعني ايه فولي الاستيك فايل ستورج؟ يعني ان هي اوتوماتيك مع نفسها هي بتجرو وبتشرينج على اساس انك بتاد فايلز ولا بتريمون فايلز. يعني هي باي ديفولت مثلا بتكون عباره عن 6 كيلو بايت، ب 6 كيلو بايت هي انت اول ما هتعملها هي عباره عن 6 كيلو بايت. اول ما هتعمل الاستيك فايل سيستم سيرفيس في الاي دبليو اس عادي هتكون عباره عن 6 كيلو بايت، كل ما هتحط فيها هتبقى مثلا 12 كيلو بايت، هتبقى مثلا 12 جيجا مثلا، اي حاجه هتكون باي حاجه ممكن توصل لبيتا بايت، واول ما تمسح منها هتقل تاني هتقل تاني. فكل الكلام ده اوتوماتيكالي، انت مش محتاج تكونفيجر انت تستخدم فيها كام جيجا او استورج قد ايه، هي اوتوماتيكالي بتسكيل اب وبتسكيل داون على حسب الداتا بتاعتك انت بتدخل لها داتا وتمسح منها داتا. وزي ما قلنا ان الاي اف اس بتاعتنا هي بتسبورت النتورك فايل سيستم فيرجن او الان اف اس عامه، وبتستخدم الفيرجن اللي هي رقم 4، ورقم 4 دي هي اخر فيرجن من الان اف اس بروتوكولز. تعال نتكلم على النتورك فايل سيستم او البروتوكول ده. هو اوبن بروتوكول اللي هو الان اف اس بتاعتي ده كده ايه الان اف اس. البروتوكول ده هو عباره عن اوبن بروتوكول بيسبيسيفاي المسج فورماتس، هو بيحدد المسج فورماتس اللي ازاي فيها اخلي الكوميونيكيشن يحصل في الديستريبيوتد انفايرمنت اللي احنا اساسا دوت اساس الشغل بتاعنا، عايز اخلي ديستريبيوتد انفايرمنتس يكوميونيكيتوا مع بعض. الان اف اس بروتوكول ده هو اللي بيبقى مسؤول على الكلام ده. البروتوكول ده بيقلاو الكلاينت عشان ياكسس فايل على النتورك كانه بيأكسسه على اللوكال ستورج بتاعته. انا هروح اكسس الفايل دوت على مثلا سيرفيس اي اف الاي اف اس بتاعتي كاني بالظبط باكسسه على اللوكال ستورج بتاعتي، اللوكال ستورج بتاعتي بمنتهى البساطه بشويه باصلز وشويه كومنتس شبه اللينكس بالظبط، وهنشوف دلوقتي كل الكومنتس اللي بتتعامل او 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 سامبل منها يعني. التانيين بقى دول خاصين بفيرجن 4 اللي هو اخر فيرجن فيه او 4.0 او 4.1، هو بيتزاين عشان يبروفايد جريتر سكيورتي وامبروف بيرفورمانس، بيحسن فيه اللي هي الفيرجن بتكلم عن فيرجن 4 هنا، هي احسن في السكيورتي واحسن بالبرفورمانس بتاعتها وسترونج اوثنتيكيشن وعندها داتا انكريبشن وبيتر سبورت فور فايل لوكينج او شيرنج. فكل الكلام دوت هو خاص بالنقطه دي اللي هي سبورت النتورك فايل سيستم فيرجن 4. تعال نشوف شكلها كده، ده الشكل بتاعها. عندي كذا كلاينت عايز ياكسسوا الديسك ده، كل الحكايه اللي انا هتعامل مع النتورك دي اللي هو البروتوكول بتاعي، هتعامل ايه؟ انا هبعت ريكوست من هنا، النتورك دي هتروح للفايل سيرفر عندي، الفايل سيرفر هيجيب المعلومات من الديسك بتاعتي وهيرجعها لي بريسبونس ويرجعها لي بالكلاينت اللي هو عايزها. والشكل توضيح اكتر للنتوركينج لاير بتاعتي اللي هو الجزء دوت كده، اللي هو الجزء ده هو عباره عن ايه؟ ان الكلاينت هنا مثلا
الكلاينت عمل ريكويست، الريكويست ده هيروح للكلاينت سايد فايل سيستم في النتورك لاير، يبقى هيروح للكلاينت سايد. الكلاينت سايد فايل سيستم دوت اللي هو في النتوركينج لاير هيبعت ريكويست للفايل سيرفر اللي موجود برده في النتوركينج لاير. فساعتها الفايل سيرفر بقى هيطلب المعلومات اللي عايزها الكلاينت ده، هيردها له بريسبونس، فده هيردها له بريسبونس، فدلوقتي الكلاينت بقى بيعرف ياكسس الداتا اللي موجوده في الكلاينت سايد فايل سيستم. ده شرح بالتفصيل النيتوركينج فايل سيستم اللي احنا هنتعامل معاه، مش هنتعامل معاه بالتفصيل، احنا هنتعامل مع الفكره بتاعته عشان نفهم الكونسبت ورا الموضوع بتاع الكوميونيكيشن في الديستريبيوتد انفايرمنتس. ايه هي برضو، احنا هنكمل بقى، احنا خلصنا البوينت دي، هنكمل بقى الاي اف اس بتسبورت او بتوفر تو كلاسز من الاستورج عندي. اول حاجه هي ستاندرد ستورج كلاسز، ودي بتخليك توفر مالتي افيلابيلتي زونز عشان تبقى هايست افيلابيلتي. يعني ايه؟ يعني هقول لك تاني، انت عندك مثلا هنا عندك مثلا في الرسمه بتاعتنا دي، انت عندك ده الاي اف اس بتاعتنا صح، هي بتسبورت ايه هنا؟ بتسبورت 3 افابيليتي زون، 3 افابيليتي زون، هي عامله ماونت هنا وعامله ماونت تارجت هنا وعامله ماونت تارجت هنا. فساعتها اي انستنس انا هعملها في اي زون من الثلاثه زونز دول انا هعرف اكسس بيها الاي اف اس بتاعتي. بس لو انا كنت عامل الاي اف اس بتاعتي بتسبورت مثلا 2 افابيليتي زونز بس، فساعتها مثلا الانستنس الموجوده هنا مش هتعرف تاكسس الكلام ده. ماشي، يبقى تاني، يبقى انت عندك هنا هي عباره عن الستاندرد ستورج كلاسز بتخليك تعرف تاكسس او توفر مالتي افابيليتي زونز، ده بتخلي هايست ليفلز اوف durability والافابيليتي. اما في كلاس تاني اللي هو الوان زون ستورج، انت هنا بيخليك تختار زون واحده بس تعرف تشتغل بيها. احنا هنتعامل برضو في التوتوريال بتاعتنا، في اخر التوتوريال بتاعتنا لما نشوف امثله او نشوف الكلام عملي هنتعامل مع الستاندرد ستورج كلاسز. تمام، خلصنا الكلام ده. ماشي، ازاي بقى تعرف تاكسس الامازون اي اف اس بتاعتك؟ اول حاجه انت كده كده هيكون عندك في بي سي، هتسيبها ديفولت، هتسيبها هتعملها انت، كده كده هيكون عندك في بي سي، وعايز وهتعرف تكريت وان اور مور ماونت تارجت. طب ايه هي الماونت تارجت دي؟ الماونت تارجت دي اللي انا شفناها في الدياجرام اللي فات، اللي هنشوفه برده في الدياجرام ده، هو نفس الدياجرام بس بعد ما فهمنا شويه كلام تاني. الماونت تارجت دي بتبروفايد ليك اي بي ادرس للان اف اس بتاعتك، دي النتورك بتاعتك، الاند بوينتس بتاعتك، فانهي اي اف اس انت عاملها. تو يو كان ماونت ان اي اف اس فايل سيستم، يعني انت، طب نخلص هنا. ماشي، انت هنا عملت امازون الاستيك فايل سيستم، انت عايز تعمل ماونت تارجت. الماونت تارجت ده هو بيدي لك اي بي ادرس او بيديك اند بوينت ل اند بوينت للنتورك بتاعتك، بحيث انك تعرف تاكسسها بعد كده بالامازون انستنس دي او الاي سي 2 انستنس دي. تمام، يبقى الماونت تارجت بتاعتنا بتعمل ايه؟ هي بتبروفايد اي بي ادرس للنتورك بتاعتنا او للبروتوكول بتاعنا اند بوينتس، للاند بوينتس بتاعت البروتوكول بتاعنا، عشان تعرف تماونت الامازون اي اف اس فايل سيستم بعد كده. طب ايه هو الانواع عندي؟ لا بديهيا بقى، انت لو استخدمت ستاندرد ستورج كلاسز فساعتها انك تعرف تعمل كرييت اماونت تارجت ان ايتش افابيليتي زون في الاي دبليو اس. بس لو استخدمت الوان زون ستورج فانت ساعتها لازم تعمل اونلي ا سنجل ماونت تارجت يكون في نفس الافابيليتي زون بتاعت الفايل سيستم. ماشي، بعد ما تعمل يو ماونت يور فايل سيستم يوزنج اتس دومين الدي ان اس، وهنشوف ده بالتفصيل بقى، which بيرسول بيتحول للاي بي ادرس اللي هتعرف ساعتها تعمل بيه الماونت تارجت بتاعتك، وتعرف تاكسس بيه الافابيليتي زون زي نفس الاي سي 2 انستنس بتاعتنا. يعني بعد ما نشرح الدياجرام دوت بالتفصيل، دلوقتي انت عندك في بي سي حلو، وعندك شويه افابيليتي زونز انت عاملها للامازون الاستيك فايل سيستم ده، او ده بشكل عام موجود عندك انت، مثلا عندك مثلا 6 7 افابيليتي زون. انت في الاستيك فايل سيستم عندك انت عرفت انك هتعرف تاكسس الافابيليتي زون ده بس، والافابيليتي زون ده بس، والافابيليتي زون ده بس، واديت لهم ماونت تارجت، وهنشوف دلوقتي بالتفصيل يعني ايه. اديت لهم ماونت تارجت اللي هو ده وده وده. ساعتها بقى لما تعمل انستنس في الزون دي او في السب نت دي، ساعتها الانستنس اللي موجوده في الزون دي هتعرف تاكسس الماونت تارجت اللي موجوده في نفس الزون. نفس الكلام هنا، هتعرف تاكسس نفس الماونت تارجت اللي موجوده في نفس الزون.
اما هنا لما تعمل EC2 انستنس عادي هتعرف ساعتها تربطها، تعمل لها ماونت بالماونت تارجت بتاعه ال EFS التاني. تمام كده، تمام. فساعتها كده هتكون دي الرسمه الكامله بتاعتنا، اللي احنا دي كده الباك جراوند بتاعتنا، او دي ما وراء الكواليس، فاللي احنا هنشوفه دلوقتي على ال AWS كونسول. ازاي بقى تعمل ماونتنج للامازون EC2 لينكس انستنسز؟ هتعامل مع لينكس، هيتعامل مع ال AMI بتاعتنا في الانستنس بتاعتنا عباره عن لينكس. تمام، فتقريبا كل الكومنتس اللي جايه هتكون شبه بالظبط الكومنتس بتاعت لينكس. اول حاجه انت محتاج تعملها ايه؟ انك تكريت، هنشوف تقريبا ازاي نعرف اصلا نكتب كومنتس، بس انا هشرح بس الكومنتس هنا، بعد كده نروح نكريت بقى براحتنا ونعمل كل الكومنتس بتاعتنا. اول حاجه انت محتاج تكريت اي اف اس ماونت بوينت، وبعدها بتعمل ماونت. ممكن تماونت بكذا طريقه، بالسيستم، بالفايل سيستم اي دي، هتحط كده اللي هو التايب بتاعتنا عباره عن اي اف اس، اللي هو الشرطه تيجي دوت، يعني التايب عباره عن اي اف اس، وتحط الاي دي بتاعنا، وتحط الدايركتوري انت حاطه هنا، او انك تزود انكريبشن مثلا اوبشن، انك تحط الاوبشن عندك تي ال اس. تي ال اس دوت عباره عن انكريبشن للترانسميشن او للكوميونيكيشن بتاعت الداتا، تمام، او للمسجز. هنا ممكن تستخدم الدي ان اس او السيستم دي، الفايل سيستم دي ان اس بتاعنا بنفس الكلام بالظبط، بس تحط هنا الدي ان اس سيستم او دي الفايل سيستم دي ان اس نيم. او بعد كل الكلام دوت انت اصلا ممكن تفيو وكوبي الاكزاكت كومنتس اللي هو هيديها لك في الاي دبليو اس كونسول. فالاي دبليو اس كونسول نفسه هو هيقدم لك الكومنت الاساسي او الكومنت الرئيسي اللي انت ممكن تعمل بيه ماونت على طول. ممكن كمان هنا في تارجت اي بي ادرس، انك تماونت بالتارجت اي بي ادرس نفسه، تحط الماونت تارجت اي بي، تحط هنا الاي بي ادرس بتاعت الماونت تارجت اللي احنا نشوف دلوقتي بيظهر فين، وتحط برده الفايل سيستم اي دي، وتحط الاي اف اس اللي انت عملته او الدايركتوري اللي انت حاطه هنا. تمام، احنا في الاغلب مش هنحتاج التفاصيل دي كلها، بس هنحتاج نفهم الكومنت ده عباره عن ايه. الكومنت ده مش هيكون فيه الاوبشنز دي بس، او الاوبشنز دي بس، هيكون فيها اوبشنز تانيه عباره عن ايه؟ some other mount options. اول حاجه عندنا هي عباره عن NFS version اللي هي عباره عن 4.1، ودي في الحاله بتاعت EC2 لو لينكس انستنس. تمام، يبقى بتستخدم الفيرجن بتاعتنا، يبقى بتزود اوبشن زياده في الكومن انك تزود ال NFS version تخليها 4.1، تخلي تحط الريد سايز والرايت سايز، بتحطهم بقيم. دي بتعرف لك ايه؟ بتعرف لك الريد والرايت بلوك سايز للنتورك NFS اللي البروتوكول اللي هتعامل معاها. وفي الحاله بتاعتنا دي هو حطاك ب1 ميجا بايت، اللي هو بالكلام ده كده بالبايتس، اللي هو 2 باور 20، فهيكون بالكلام ده. تمام، في كمان هارد. هارد دي اوبشن زياده، بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله انك سبيسيفاي الماونت شود يوز هارد تايم اوت بوليسي. يعني ايه؟ يعني انك كل ما يحصل او كل ما يحصلش في ريسبوند، انك تتراي تاني تتراي تاني تتراي تاني لحد ما يحصل في ريسبوند. بيقول لك هنا which means that البروتوكول بتاعنا سيرفر فيرست ريسبوند، لو حصل يبقى الماونت ويل كيب تراينج بشكل لا نهائي لحد ما يريسيف ريسبونس عندنا، يبقى مش هيقف مره واحده، هيفضل يتراي ان هو يكونكت بالسيرفر تاني. والتايم اوت دوت عباره عن انك بتحط تايم اوت، لو ما حصلش اي رد فساعتها خلاص وقف وهيحصل فيل كده كده. وفي حاجه كمان انك الريترايز بتاعتك هي عباره عن تحطها مثلا باتنين، فساعتها حتى لو حصل لك فيلز بعد ما التايم اوت خلص، انك هتكرر كمان مره او كمان مرتين او كمان 3 مرات، فلو ما حطيتهاش فهو مثلا هيفيل من اول مره بس هنا لا، هو الكلاينت بتاعتك هيريتراي ريكويست توايس، حتى لو حصل في اول مره فيل خلاص انت خلصت التايم اوت عندك وجربت كل الاحتمالات الموجوده عندك، خلاص انت كده كده هتفيل على طول، بس انك تحطها باتنين فساعتها هو هيريكويست مره كمان. تمام، في الكلاينت عندك اللي هو البورت عندك ما يكونش نون ريسيرفد بورت، ان الكلاينت عندك لازم يستخدم نون ريسيرفد بورت نمبر لما يكونكت بالان اف اس سيرفر، عشان باي ديفولت ال NFS عندك بيوز البورت نمبرز اللي اقل من 1024، واللي هي ممكن تكون بتستخدمها في حاجه تانية او تكون بلوكد اصلا بالفاير وولز بتاعتك او بشويه فاير وولز تانية، فانت مش هتعرف تاكسس الكلام ده. فلما تحط له الاوبشن دوت فساعتها انت بتجبر الكلاينت عندك ان هو يستخدم نون ريفيرس نون ريسيرفد بورت عشان يعرف
يكونكت بيه ال NFS ببورت يكون شغال، ما يكونش بلوكت باي سام فاير وولز. قبل ما نتعامل بالكومنتس بتاعت لينكس عادي، في شويه حاجات محتاجين نعملها. اول حاجه ان احنا نابديت ده المين باكج بتاعت الاي دبليو اس ونابديتها، ومحتاجين ننستول ال NFS يوتيلز، ومحتاجين ننستول الامازون اي اف اس يوتيلز. فخلاص بقى دي شويه بيزك كومنتس تتعامل مع الاي اف اس اللي هي بالظبط شبه لينكس، اللي هي ديت لسه دايركتوري، هنا بتشين بت بت بتروح لدايركتوري مختلف، هنا بتميك دايركتوري، هنا بتريموف، هنا بتكوبي، هنا بتتاتش، بتكريت امتي فايل، هنا بت جات اللي انت بتديسبلاي الفايل عندك، النانو انك بتفتح تكست اديتور وبتكتب فيه اي كلام وبتسيفه، وتشينج مود اللي هي بتشينج البرميشنز بتاعتك. تعالى نروح بقى للكونسول بتاعنا. الكونسول عندنا اول حاجه انت محتاج نعملها ايه؟ اول حاجه احنا قلنا عايزين نعمل اي سي 2 انستنس، فبتفتح السيرفيسز كده. انا هنا بعد ما عملت اكونت وبعد ما عملت يوزر ليا ودخلت بالاكونت اي دي والكلام ده، دلوقتي انا عايز افتح، هفتح كومبيوت وهفتح اي سي 2 سيرفيس. اول حاجه هعملها ايه؟ هنزل تحت كده، هحتاج اعمل ايه؟ لانش انستنس. تمام، هاجي هنا كده الاقي نفسي عايز اعمل لانش انستنس على طول. خلاص انا كده وصلت للويندو اللي هعمل منها انستنس من اي سي 2. بس قبل ما اعمل كده انا محتاج اعمل اعرف حاجتين احنا اتكلمنا عليهم، الكي بيرز تحت النتورك اند سكيورتي، محتاج اعرف كي بيرز ومحتاج اعرف سكيورتي جروب. تعال نعمل الكي بيرز الاول. الكي بيرز عندك هنا مفيش اي كي بير اهو. انا اول خالص هعمل مثلا هسميه اي سي 2 اكسس، او مثلا اي سي 2 اندرسكور اكسس مثلا، او لا خليه عشان اسهل اي سي 2 كي. تمام كده، عايزه بالنوع الار اس اي واخليه بالنوع اللي هو دوت بي. بعد كده هعمل على طول كرييت كي بير. اول ما هعمل كرييت كي بير هو اتحمل عندي، اتحمل عندي في داونلودز عادي. لو فتحت داونلودز كده ده البرايفت كي بتاعي، هو حمل لي البرايفت كي بتاعي اللي هو الار اس برايفت كي، وده نهايه البرايفت كي. ده كده عباره عن البرايفت كي بدات هتعامل معاه. تمام كده، هو حمله لي وهو احتفظ بيه البابليك كي، موجود عنده، موجود عنده في ال AWS. تمام، فكده انا خلصت اول نقطة عندي اللي هي ايه، اللي انا عملت الكي بير بمنتهى البساطة. هاجي اعمل سكيورتي جروب. سكيورتي جروب عندي شوية ديفولتس سكيورتي جروب هنا، انا عايز اكريت واحد جديد هسميه ايه مثلا؟ هسميه ال EC2 access، والديسكريبشن بتاعه مثلا هو هو. تمام، وهسيب ال VC ال VPC بتاعت الكلاود او الفيرجوال برايفت كلاود عندي، هسيبها باي ديفولت عادي هو يحددها لي. بقى في الانباوند رولز انا محتاج اعرف حاجتين. اول حاجه عندي الاس اس اتش اللي احنا اتكلمنا عليه، انا عايز اخلي السكيورتي شيل دوت انهي يعرف ياكسس الانستنس بتاعتي. انا هستخدم السكيورتي جروب دي في الانستنس بتاعتي، فانا هنا عايز اعرف انهي سكيور شيل او انهي الاي بيز بتاعتي اللي ممكن تعرف تاكسس الانستنس بتاعتي. ففي السكيورتي جروب انا هعرف التايب بتاعي هو اس اس اتش او السكيور شيل بتاعتي، والكاستم عندي او السورس بتاعي اخليه مثلا اني anyway. فساعتها اي حد هيعرف يفتح اي اي بي ادرس هيفتح هيعرف ياكسس الانستنس بتاعتي هيوافق عليها عادي. ممكن اخلي ماي اي بي مثلا، فهو جاب لي الاي بي ادرس بتاع اللابتوب عندي او انا شخصيا النتورك بتاعتي، هو جاب الاي بي ادرس بتاعتي. بس نخليها ايه؟ نخليها اني anyway. نخليها اي اي بي ادرس يعرف ياكسس. وعايزين نزود سكيورتي جروب تاني اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن ان اف اس اللي هو البروتوكول بتاعنا. ساعتها انا عايز اكسسه بايه؟ عايز اكسسه كاستم، عايز اكسسه بالسكيورتي جروب اللي انا لسه عاملها بس مش هلاقيها موجوده. فهعمل ايه؟ همسح السكيورتي جروب دي كده، او همسح الرول دي واضيفها بعد ما اكريت السكيورتي جروب عشان اخلي ال ان اف اس بتاعتي بتدخل عليها بنفس السكيورتي جروب دي. يبقى انا هنا والاوتبوت باوند ممكن بقى ازود اتش تي بي اترك حاجات بقى هنا كتير، اتش تي بي اتش تي بي اس والكلام ده، بس انا مش محتاجه هنا برضو. هعمل كريت سكيورتي جروب كده، خلصت اول سكيورتي جروب عندي، ده اصلا مش تبقى عندي غيرها يعني. هاجي هنا بقى في الانباوند رولز هلاقي ان هو ايه، زود لي واحد بس، انا عايز واحد كمان، فهاديت الانباوند رولز تاني زي ما قلنا احنا عايزين نزود ايه، نزود ال ان اف اس بتاعي. نيجي هنا كده نبحث عن ان اف اس، نفتحها هنلاقي هنا مثلا كاستم ماشي. هنيجي بقى هنا ايه، نختار السكيورتي جروب اس جي، هيفتح لي السكيورتي جروبز عندي. هختار الاي سي 2 اكسس اللي انا لسه عاملها اللي هي دي، اي سي 2 اكسس اللي انا لسه عاملها هنا. تمام،
وكده هكون خلصت. كده انا زودت ايه؟ زودت تو رولز عندي للسكيورتي جروب بتاعتي. اول واحده جايه من السكيور شيل، مخلي اي اي بي ادرس يعرف ياكسسها، والتانية جايه من البروتوكول ده، هيخلي الناس اللي موجوده في السكيورتي جروب دي هي اللي تعرف تاكسسها. سيف بتاع دلوقتي انا عندي ايه؟ عندي السكيورتي جروب بتاعتي هي دي، موجود فيها ايه؟ موجود فيها شويه بيانات اللي هو تعرف تاكسسها بالاس اس اتش او تعرف تاكسسها بالان اف اس اللي هو البروتوكول بتاعنا. تمام كده؟ تمام كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا السكيورتي جروب وخلصنا الكي بير بتاعي. هنروح بقى نعمل انستنس. الانستنس دي ما عنديش اي انستنس دلوقتي، هلانش انستنس هسميها مثلا ايه؟ هسميها اي سي 2 انستنس 1 مثلا. تمام ادي انستنس 1. هاجي هنا دي الامازون ماشين ايمج الاي ماي اللي احنا قلناها، قلنا هنختار امازون لينكس عادي، قلنا هنختار لينكس عادي، وكمان هنسيب الديفولت هنا اللي هو دي الاي ام اي بتاعتنا، هو اختار لنا عدد البيتس مثلا 64 بيتس والكلام دوت، هنسيبه برضو باي ديفولت. الانستنس طيب اللي احنا قلنا ممكن نعرف فيها السي بي يو الميموري الكلام دوت برضو هنسيبه باي ديفولت. ومهم برضو لو انت فري تير لازم تستخدم الحاجات اللي فري تير، في حاجات هنا ايه مش اليجبل للفري تير، الحاجات دي كده ما ينفعش تستخدمها، فهنستخدم ايه؟ نستخدم باي ديفولت اللي هو سايبها لنا اللي هو فري تير. تمام. هنا بقى بيقول لك ايه؟ ايه هي الكي بير اللي انت محتاج تعمل بيها لوجن في الانستنس دي؟ فانت ممكن هنا بايه ما تحددش، تقول له عادي خش عادي من غير اي بتاع، بس مش لازم تخليها بالاي سي 2 كي اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. فدلوقتي الانستنس بتاعتي عرفت ان انا لما اكسسها تاني عرفت ان لما يخش لها برايفت كي هتعرف تماتش مع البابليك كي اللي انا اديت لها هنا، اديت لها الاسم بس هنا بس، ايه ده بيخلص هو احتفظ بالبابليك كي بتاعي لما دخله برايفت كي، فساعتها هيعرف ياكسس عادي خالص الانستنس بتاعتي. النتورك سيتنجز انا عندي هنا مثلا عايز ايه؟ اسلكت اكزيستنج، ممكن هنا كرييت سكيورتي جروب، هو عملها هنا على طول الاس اس اتش ترافيك مش عارف ايه اللي هو الاني واي. انا لسه عامل سكيورتي جروب فانا هستخدمها، هيقول لك هنا اختار السكيورتي جروب اللي انت مستخدمها، اهي هي اسمها اي سي 2 اكسس فنختارها، فكده اخترت الاي سي 2 اكسس. هاجي مثلا هنا ممكن اختار السبنت بتاعتي، فممكن اعمل اديت واختار مثلا السبنت بتاعتي عباره عن ايه، نخليها هو بيختار لي بيختارها لي يعني اوتوماتيك، بس انا ممكن اخليها مثلا يو اس ايست 1 اي، دي كده مثلا الريجن بتاعتي او الافيبيليتي زون بتاعتي هي عباره عن يو اس ايست 1 اي، عشان ده هنحتاجها قدام احنا بنعمل الاي اف اس او الالاستيك فايل سيستم بتاعي. تمام. عندي حاجه تانية المفروض اعملها، بس الاستورج عندي سيبها زي ما هي. بس انا كده يعتبر ايه خلصت الكرييشن بتاعت الانستنس عندي، هعمل لانش انستنس كده خلصت. فساعتها هيكون عندي انستنس واحده بس، هي بتاخد شويه وقت عشان تكريت، وبعدها بتاخد شويه وقت عشان تتشيك الستاتس بتاعتها. عايز اعمل انستنس تانية عشان عايز اكسس الاي اف اس عندي بتو انستنس، فانا هعمل نفس الخطوات بالظبط تاني. هاجي هنا اسميها مثلا اي سي 2، اي سي 2 مثلا انستنس 2 دي انستنس التانية بتاعتي ماشي، واختار برضو امازون لينكس، واختار وهسيب برضو تايب، اختار نفس الكي بتاعي. هاجي هنا اختار سيلكتنج اكزيستنج سيكيورتي جروب، اختار اي سي 2 اكسس، وهاجي هنا بقى عايز اختار صبن التاني. فانا اخترت مثلا في الاول اليو اس ايست 1 اي، اختار مثلا هنا اليو اس ايست 1 بي مثلا، يبقى انا كده عندي اليو اس ايست 1 بي، وفي التانية كانت يو اس ايست 1 اي. تمام. ومفيش حاجة تانية نعملها صح كده؟ تمام ماشي كده هنلانش انستنس. دلوقتي بقى عندي تو انستنس، اول انستنس عندي فيها المعلومات عبارة عن ايه؟ عبارة عن النتورك، النتوركينج بتاعتها هي موجودة في اليو اس ايست 1 اي، وليها شوية برايفت اي بي ادرس، وليها بابليك مفروض بابليك اي بي ادرس برضو اللي هو ده اللي هيظهر عندي في السكيور شيل بتاعتي. وفي تاني انستنس عندي اللي هو دي، عندي برضو في النتوركينج بتاعتها موجود في اليو اس ايست 1 بي، وليها برايفت اي بي ادرس وليها بابليك اي بي ادرس. تمام. هتلاقي هنا الاثنين بقوا رننج، بس لسه برضو الستاتس تشيك عندي بانيشالايزنج. ماشي دلوقتي انا خلصت ايه؟ خلصت اللي انا عملت انستنس عندي
عملتهم ازاي؟ عملتهم بالسكيورتي جروب والكيبيرز وعملناهم كمان. دلوقتي احنا خلصنا الموضوع ده، عايزين بقى نروح نعمل الاي اف اس. الاي اف اس عندي موجوده في الاستورج بتاعت في السيرفيس بتاعت الاستورج موجوده هنا، هفتحها بس في نيو تاب كده. ماشي، دلوقتي انا عايز اعمل هنا فايل سيستم. بمنتهى البساطه هاجي هنا اروح مسمي الفايل سيستم عندي، مثلا هسميه ايه؟ اي اف اس فايل سيستم، اي اف اس فايل سيستم، هعمل له كرييشن، هيكريت عندي بمنتهى السهوله، هفتحه. هاجي هنا بقى المفروض هنا صفر بايتس لسه، ما لسه يعني يعتبر بيبدأ يعني، اول ما هيخلص اول ما هيكريتد اول ما هيكون كرييتد يعني، هيبقى التوتال سايز بتاعته 6 كيلو بايت او كيبو بايت، او اللي هو يعني فرق بين الكيلو والبتاع دي اختلاف بسيط يعني. هاجي هنا عند النتورك هلاقي ان هو بيكرييت ديفولت افيليتي زون. انا لما دي كرييت لما دول يخلصوا كده هروح اغيرهم انا واخليهم بالاي سي 2 انستنس بتاعتي، اللي هو زي ما قلنا هنا كده. انا هنا الرسمه دي بقى نحتاجها كتير، انا هنا عملت الاي سي 2 بتاعتي، تعالى اهو انا عملت الاي سي 2 بتاعتي صح، عملت 2 انستنس منها، عملت الاي سي 2 دي وعملت الاي سي 2 دي، وخليت دي موجوده في افيليتي زون مثلا كانت اسمها 1A، وخليت دي في افيليتي زون اسمها 2A. تمام كده، تمام. وانا بعمل امازون انستك فايل سيستم بقى، هو عمل لي باي ديفولت كذا ماونت تارجت، انا مش عايزهم كلهم، انا عايز الماونت تارجت اللي في الافيليتي زون دي، وعايز الماونت تارجت اللي في افيليتي زون دي، انا مش عايز دي. فلما دول يخلصوا، لما اللي هنا كده الكريشن بتاعهم يخلص بياخدوا وقت شويه، انا هغيرهم واخليهم ب افيليتي زون تاني، وهخلي لي يختار لي الماونت تارجت بتاعتي، وهخليه يختار لي السبنت اي دي بتاعي. تمام ماشي، يبقى كده احنا ايه مستنيين ده يخلص، وده كده يعتبر مستنيين يخلص برضه. ماشي، دلوقتي اهو الانستنس بتاعتي الستاتس تشيك بتاعتها خلصت، لو عملت ريفريش كده يكون خلص خلاص. وكمان الكرييشن بتاعت الافيليتي زونز بتاعتي اللي موجوده في الاي اف اس بتاعتي كمان هي كمان خلصت. عايز محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج اغير الانستنس دي او الافيليتي زونز دي للي انا محتاجه بس. يبقى هدوس مانج هنا كده وهمسح اللي انا مش محتاجه. 1 اف دي انا مش محتاجها، مش عامل فيها انستنس. ال 1 اي مش محتاجها، ال 1 دي مش محتاجها، ال 1 سي مش محتاجها، محتاج بس ايه ال 1 اي وال 1 بي بس. سيبه هو يختار لي السبنت اي دي بتاعتي والاي بي ادرس بتاعي، انا بس كل اللي اختاره ايه؟ هختار السكيورتي جروب الجروبز بتاعتي. يبقى هنا بيختارها لي باي ديفولت، انا هشيلها واختار ايه؟ هختار ان انا اعملها اللي هي اسمها ايه؟ اي سي تي اي سي 2 اكسس اللي هي دي. ونفس الكلام هنا برضو عشان اعمل ال 2 انستنس بتاعتي بنفس السكيورتي جروب، يبقى هشيلها هنا كده واحط الاس جي، ادور على الاي سي 2 اكسس اللي هي دي. دلوقتي انا عملت ايه؟ دلوقتي انا يعتبر نفذت البوينت دي، لان هنا بعد ما عملت الاي سي 2 بتاعتي في الافيليتي زون دي، انا رحت عامل ماونت تارجتس للامازون الاستيك فايل سيستم عندي، خليتها موجوده هنا، وخليته هو يختار الاي بي ادرس بتاعتي، وخليته يختار لي ويعملها لي هنا بس. انا كده ايه باي ديفولت يعني اللي هو نسميها دي 1 اي ودي المفروض دي 1 بي، دي 1 بي اسف على الغلطه دي، 1 اي ودي 1 بي. تمام كده صح، 1 اي 1 بي عملتهم هنا، ودي ايست مش ويست ايا كان يعني، بشرح بس على الرسمه. عملت الاستك فايل سيستم وعملت له ماونت تارجت هنا وماونت تارجت هنا، تمام، وخدته هو يختار لي السبنت اي دي والاي بي ادرس، بس انا اخترت لنفسي السكيورتي جروب بتاعتي. فساعتها هعرف اربط الانستنس بتاعتي دي بالماونت تارجت دي، وهعرف اربط الاي سي الامازون انستنس دي بالماونت تارجت. تمام، ساعتها هعمل ايه؟ هعمل سيف. ماشي كده ايه، دول بيتمسحوا ودول بس الموجودين، والسكيورتي جروب بتاعتي ايه اتغيرت للاي سي 2 اكسس، ودول خلاص هيتمسحوا مش عايزهم تاني. حلو قوي كده، يبقى انا ناقصني ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي انستنس جاهزه، وعندي كمان الاي اف اس جاهز ان هو يكومينيكيت معاه بالسكيور شيل بتاعتي. ساعتها بقى هروح احمل حاجه اسمها سوفت وير كده بسيط بيفتح لي بس السكيور شيل بتاعتي، اسمه بوتي، هداونلوده عادي من جوجل، هحمل النسخه بتاعت 64 بت، بس انا اوريدي محملها فمش محتاج احملها تاني، هيتحمل عندي بداونلودز اللي هي دي، هحتاج اسطبها، انا اوريدي مسطبها برضو، هتدوس نيكست عادي وهتسطبها بمنتهى البساطه. بعد كده هتفتحها، اول حاجه هتفتحها اللي هي هتسميها اللي هي اسمها بودي جنريشن دي او جنريت، دي هتعمل له دي بي جنريت الكي
كي جنريتور، ده بيجنريت الكي بتاعك. يعني ايه بيجنريته؟ بيخليه في صيغة حاجة تانية عشان تعرف تستخدمه في السكيور شيل بتاعتك. هتلود هنا البرايفت كي بتاعك اللي هو عادي اللي هو دوت بيم ده، تمام. هتختار هنا بس، هنا عامل لك كل الفايلات. لا انا عايز بختار لك بس هنا اكستنشن معين، انت عايز كل الفايلات. هيظهر عندك الاي سي 2 اللي احنا لسه محملينه من شويه، تمام. هتعمل له اوبن، هتقول له اوكي تمام ماشي مفيش مشكله، و خلاص كده هو اتحمل. وهتسيف هنا، هو نوع ار اس اي، وهتسيف هنا البرايفت كي بتاعتك وتقول له تمام برضو. سيبه حمله عادي، هتحمله مثلا في نفس المكان. خلينا نقول مثلا في نفس المكان هتسميه ايه؟ هتسميه مثلا اي سي 2، هنخليه بنفس الاسم عادي بس نعرفه ان دوت هو البي بي كي اكستنشن منه، تمام. ساعتها انت مش محتاج الويندو تاني، خلاص ده اتحمل، ده هو هو ده بس بصيغه او الاكستنشن بتاع البي بي كي، تمام. هتفتح بقى الويندو التانيه ليها اللي هي دي، هتفتح لك الويندو البسيطه دي. الويندو دي اول حاجه تختار فيها انت عايز تعمل سيشن لوجن بانهي واحده، بس عايز امسح دول كنت عاملهم قبل كده. يعني عايز تعمل الهوست نيم او الاي بي ادرس بتاعتك، انهي انستنس عايز تعملها؟ هتفتح الانستنس بتاعتك او الانستنس مثلا انستنس 1، هتاخد الاي بي ادرس ده هتعمل له كوبي كده وهتحطه هنا، تمام كده. تمام كده انت دخلت الاي بي ادرس بتاعت الانستنس انت عايز تاكسسها، والنوع الاكسس بتاعك هو الاس اس اتش او السكيور شيل بتاعتك. هتفتح عشان تحط بقى الكي بتاعك عشان تعرف اصلا تلوجن السكيور شيل دوت. هتفتح تحت الكونكشن هتفتح اس اس اتش، وهتفتح الاوثنتيكيشن، وهتفتح الكريدنشال. هتحط هنا البرايفت كي فايل فور اوثنتيكيت، هتعمل براوز وهتحط البي بي كي فايل اللي احنا لسه عاملين الكي بتاعنا، وهتعمل اوبن. كده هو اتحط في السكيور شيل بتاعتنا. هتعمل لوجن هنا تاني، تفتح لوجن هتلاقي ان هو تمام كده سيشن اسف. ممكن تزود هنا بقى ايه، تخلي مثلا سيف السيشنز دي، ان مثلا انا الانستنس دي عايز بعد بدل ما كل مره افتح واحط الاي بي ادرس بتاعها واحط الكي بتاعها، انا عايز اسيف السيشن دي. ممكن مثلا اسميها انستنس 1، انستنس 1 واعمل لها سيف. فساعتها خلاص اتسيفت عندي، فكل مره عايز ادخل على الانستنس دي انا هدخلها على طول من هنا، تمام. وهعمل اوبن. اول ما هعمل اوبن هتقول له اكسبت عشان بس هو هنا بيأكسس البرايفت كي، فتمام براحتك. لوجن از هتحط هنا ايه، لما تفتح هنا كونكت، انت هنا موجود في الاي سي 2 انستنس 1، لما تدوس هنا كونكت هيقول لك اليوزر نيم بتاعك ايه اللي هو الاي سي 2 يوزر. انت مش عايز تغير عادي براحتك، الاي سي 2 الاي سي 2 يوزر، فتحط هنا الاي سي 2 اندر شرطه بس يوزر، وهتدوس انتر. هي اوثنتيكيت بالبابليك كي بتاعك، تمام كده انت دخلت يعتبر على الانستنس دي، هتعرف تاكسسها عادي بقى من السكيور شيل ده. عايز اعمل نفس الكلام بالظبط مع الانستنس التاني، فهفتح بوتي برضو دي، هحط هنا الاي دي ادرس الاي بي ادرس بتاعت الانستنس 2 اللي هي الانستنس 2 دي، هاخد الاي بي ادرس بتاعها واحطه هنا، ونفس الكلام برضو هفتح شيل وافتح الاوثنتيكيشن، هفتح هنا انا مستخدم نفس الكي فهحط هنا نفس الكي عادي، وهاجي هنا ممكن اسيب برضو السيشن بتاعتي خليها مثلا اسمها انستنس 2 واعمل لها سيف، وكده خلاص بقت متسيفة عندي. كده برضو هعمل اوبن، ساعتها برضو هي اوبن بنفس اللوجن از ايه. افتح كده الكونكت دي هتلاقيها موجود هنا برضو اي سي 2 يوزر، فاي سي 2 يوزر هي اوثنتيكيت بالبابليك كي اللي انت كنت حاطه في الاي دبليو اس والبرايفت كي انت رفعته له، هيفتح لك برضو السكيور شيل بتاعتك. دلوقتي احنا ايه، يعتبر عملنا كونكشن بالاي سي 2 انستنس بتاعتنا. قلنا هنا ان احنا محتاجين الاول نعمل شويه حاجات. اول حاجه بس محتاجين نستول شويه حاجات، محتاجين نعمل ابديت مثلا للباكج الاساسيه بتاعه للباكج الاساسيه بتاعه امازون او الاي دبليو اس، اللي هي هتبقى ثانيه واحده سودو، انا هنا في انستنس 1 تقريبا علشان بس ماشي عشان ما تلخبطش. الاي بي ادرس ثانيه واحده، الاي بي ادرس بتاعت انستنس 1 كام؟ هو ده برايفت 31
وتلاتين، 27 37، 27 37. ماشي، يبقى دي هي instance one. instance one دي انا عايز اكسسها عندي كأن الروت بتاعي انا، الروت دلوقتي هو السوبر يوزر بتاعت السوبر يوزر للانستنس دي. في انستنس تانية هخش بيها باليوزر عادي، تمام. فهنا هعمل بس ايه، cd او cd كده، تمام كده، بقيت بتعامل بقى الروت يوزر. فانا انستنس 1 عشان بس ما انساش، الانستنس 1 اللي هي دي انا اتعامل بيه الروت يوزر. في انستنس 2 انا بتعامل بيه الاي سي 2 يوزر العاديه اللي هي اخرها 46 210، اللي هي دي انستنس 2 46 210. ماشي، هاجي في اللي انا بتعامل معاه الروت هنا، عايز ابديت، هعمل ايه، سودو. هاجي هنا كده هعمل سودو يوم دي الاوبشن ده بس عشان تعمل يس لاي سؤال هيساله لك في التيرمينال لما يعمل ابديت يعني. ف ماشي ابديت، ممكن يقول لك اه nothing to do، هو كده كده ابديتد. هتعمل نفس الكلام هنا بالظبط، اللي هو sudo yum بتاع update، نفس الكلام برضو completed، هو nothing to do، هو كان updated يعني، تمام. تاني حاجة هتعملها اللي هو هت install ال nfs utils، اللي هي هتعمل هنا sudo yum void install nfs، هينستول شوية حاجات، هتعمل نفس ال بتاع هنا كده sudo ماشي. آخر حاجة عايزين ننستولها ال install Amazon EFS utils برضو. ممكن نعمل كده و install install Amazon EFS utils، تمام. هنا بيحمل شوية حاجات، ماشي complete. ممكن ناخد دي copy، نيجي هنا نعملها paste، تمام كده. هيكون عندك التو انستنس عندك جاهزين لانك تعمل الماونتنج بتاعك. ازاي بقى نعمل الماونتنج بتاعنا؟ احنا قلنا في اول بس حاجه خالص، هفتح بس روت عندي، هعمل دايركتوري هسميه مثلا ايه، sudo make دايركتوري، هسميه مثلا اي اف اس بتاعتي، تمام. انا كده عملت دايركتوري عادي خالص وما رحتوش، بس انا عملت دايركتوري، دي اول خطوه عندي. وهعمل نفس الكلام برضو الدايركتوري هنا، هعمل هنا برضو انا عملت هنا make دايركتوري، هعمل هنا برضو make دايركتوري مثلا، ممكن اسميه حاجه تانية او اخليها sudo دايركتوري، هسميه مثلا EFS مثلا 2. ماشي، عملت هنا برضو دايركتوري تاني، تمام تمام. عشان تعمل ماونتنج بقى، احنا قلنا ايه، في شويه اوبشنز انك تعمل ماونتنج باستخدام كذا حاجه، بس اسهل حاجه انك تروح لل AWS كونسول نفسه وتاخد منه الكوماند انت عايز تعمل بيه ماونتنج. فهنفتح ال AWS كونسول، نفتح مثلا انستنس 1، هناخد منه ال DNS بتاعتنا، هندوس كونكت او الكوماند بتاعتنا، وندوس SSH كلاينت. لا اسف، وانت بتفتح الفايل سيستم ال EFS بتاعك نفسها، وبتاخد الكوماند من انت عايز تعمل ماونت تارجت لماونت تارجت معين، فبتفتح ده نفسه وبتعمل اتاتش من هنا كده، وبتاخد الكوماند الاساسي بتاعك هنا اللي هو ال NFS كلاينت، هتاخد الكوماندز ده هو كاتبه لك، حاطط لك هنا ال DNS نيم بتاعت الفايل، وحاطط لك كمان كل الاوبشنز اللي احنا شرحناها، اللي هو الفيرجن بتاعت ال NFS، عندك ال read size، عندك ال write size، عندك ال hard، عندك ال time out، عندك ال retry رقم باتنين، عندك الحوار البورتس انك ما تاخدش بورتس متسجله قبل كده، وكاتب لك كمان sudo mount هنا، كاتب لك الكومنت جاهز يعني. فكل اللي هتعملها تاخد كوبي وهتيجي هنا عند الروت مثلا اللي بيستخدمه instance 1 وتعمل بيست، واستخدمنا هنا نفس الاسم اللي هو ال EFS، هتحط هنا اسم ال directory اللي انت عملته، هنا حطينا EFS فهتحط هنا EFS وتعمل انتر. هياخد شوية وقت ويخلص. هنعمل نفس الكلام في instance 2،
هناخد نفس الكومنت دوت كده كوبي وهنحطه هنا. بس في حاجة، انت هنا لما استخدمت، انا هنا ده الروت صح؟ لا انا الروت هنا انا عملته خلاص. هاجي هنا انا عايز اعمل الماونت للانستنس 2 اللي هي بستخدم فيها اليوزر عادي، تمام؟ هعمل نفس الكلام احطه هنا. بس هنا وانت بتعمل الدايركتوري بتاعك استخدمت اسم الدايركتوري اي اف اس 2، فهتيجي هنا تسميه بس اي اف اس 2 عشان يلاقي الدايركتوري انت هيماونت عليه. فساعتها هتكون الاثنين بالظبط ماشيين زي بعض. حطيت هنا عملت انستنس بتاعتك وخلصت الكونفيجريشن بتاعتها وعملت الدايركتوري وعملت الماونت، نفس الكلام هنا خلصت الكونفيجريشن بتاعتها وعملت الدايركتوري وعملت الماونت كمان على اساس الدايركتوري بتاعك. هنا بقى هنشتغل بالروت شويه. نفتح الروت شويه هنا كده ونعمل ايه؟ نعمل سي دي، هنروح للاي اف اس اللي احنا عملناه، تمام كده؟ يبقى انت كده وصلت للدايركتوري بتاعك، بس تقريبا مش باينه فنخليها كده احسن. اي اف اس، تمام؟ هتعمل مثلا ليست انك عايز تشوف ايه اللي موجود عندك، كده كده مش هيكون موجود حاجه. تشوف مثلا التفاصيل كلها هتلاقي ان مفيش عندك غير شويه حاجات بس الروت بتاعتك. نفس الكلام هنا برضو الليست عندك مش هتلاقي موجود فيه اي حاجه. اي اف اس 2 اه، هو انا هنا ما دخلتش الدايركتوري فقال لك ان عندك دايركتوري اسمه اي اف اس 2. هتروح للماونت دايركتوري نفسها او الماونت بوينت نفسها اللي هو اي اف اس 2. ساعتها انت بقيت جوه الفايل سيستم نفسه، بقيت جوه البيت بتعرف تاكسس الفايل سيستم نفسه. فانت اللي هتشوفه هنا هتشوفه هنا، ال اس مش هتشوف اي حاجه زي ما شفتش اي حاجه هنا برضه. دول حاجات باي ديفولت موجوده يعني جوه الاي اف اس، تمام؟ دلوقتي هننزل بقى ايه، نغير في شويه فايلات. فكل اللي هنحتاجه بس نعمل اس 3 سيرفيس. اس 3 سيرفيس هي بسيطه جدا، بس هحط فيها الفايل عشان اخد منها الفايلات، مش شرح بالتفصيل يعني زي ما قلنا في اول فيديو مش هنعرض لها بالتفصيل. هنسميه مثلا ايه الباكيت بتاعنا، مثلا نسميه محسن اس 3 عشان لازم يكون يونيك. هتسيب كل الكلام ده لوحده. البلوك اول بابليك اكسس لا، تعمل اكنولدج هنا. وباقي الحاجات ايه مش محتاجين نفهم بالتفاصيل ايه هي، مش هنحتاجها يعني في التوتوريال بتاعنا ده. انت خلاص عملت كريت للباكت بتاعتك وموجوده في الريجن اللي هي اليو اس ايست 1 اللي هي موجوده انت عامل منها 1A 1B. هتيجي هنا مثلا ممكن نابلود على طول فايل من الهارد ديسك بتاعنا او من اللوكال بتاعنا عادي. ممكن مثلا نابلود الفايلين دول، انا كنت مجهز هنا مثلا التو بيبرز دول اوبن، وممكن كمان نقعد فايل كمان مثلا كبير شويه اللي هو الدوكيومنتيشن بتاعت مثلا اي اف اس، الدوكيومنتيشن اي اف اس مثلا يوزر جايد هي دي، تمام؟ ونعمل ابلود. هيفضلوا يحملوا شوية. ماشي، عشان دي 6 ميجا فهتاخد وقت شوية. ما علينا، ممكن نستناها. كده التحميل بتاعها خلص. حملت التلاتة بي دي افس دول اللي هو الدوكيومنتيشن واتنين بيبر تمانية تانيين كده. نكلوز عادي. كده هيكون عندك التلات فايلات دول. علشان تعرف تاكسس الباث بتاعهم على طول ممكن تفتح الفايل، مثلا نفتح مثلا الاي اف اس يوزر جايد دي. هنجيب من هنا الـ يعتبر ده الباث بتاعها يعني عشان نستخدمه في الكوماندز بتاعتنا. هنيجي مثلا هنا انا عايز احمل حاجه من اس 3 او عايز اكوبي حاجه من اس 3 للاي اف اس بتاعتنا. فكل اللي هعمله بس هاكسس الاس 3، هكتب اي دبليو اس اس 3 واروح اكتب الباث اللي انا خدت كوبي من هنا اللي هو هنا ايه اللي هو محسن 3 اللي هو اسم الباكيت مع الـ AFS User Guide أو اسم الفايل نفسه إيه. هاخده كوبي كده وهكتبه هنا زي ما هو، وعايز أحمله في الـ AFS بتاعي. فأنا كده جبت المكان اللي أنا هجيب منه الفايل بتاعي وهحطه في نفس الدايركتوري اللي موجود فيه اللي هو الـ AFS. هعمل كده هيقول لك correct argument. تقريبا في شوية تمام هو في تمام. هو انا نسيت اصلا اكتب الكوبي بتاعتي، اسف. يقول لك انا ممكن تستخدم يعني كذا تشويس او كذا كومنت، فانا نسيت اعمل هنا كده. هي عباره عن اس 3 بعد كده كوبي، تعمل انتر فور انيبل تو لوكيت. تمام، يبقى كريدنشال دي كنت متوقعها. مفيش هنا اللي هو ما يعرفش انك انت الشخص اللي فاتح الاي دبليو اس دي حتى برايفت كي، ف
فانت في شويه حاجات بتزودها كمان عشان تعرف تاكسس الاي اف اس بتاعتك. هتجيبها منين؟ كل اللي هتعمله، انا كنت منتظر يعني الرساله دي عادي، كل اللي هتعمله هتفتح هنا الفايل الاسم بتاعك هنا كده، وهتفتح سكيورتي كريدنشلز، كنت افتحها في تاب تاني اسهل بس تمام مش مشكله يعني. هتفتح لك هنا كده، هتنزل تحت شويه للاكسس كيز، هتعمل كرييت اكسس كي. لما تعمل كرييت اكسس دي هتقول انا محتاجها في كومنت لاين انترفيس، وهتعمل التشيك بوكس دي وهتعمل نيكست. ديسكريبشن مش مهم، هتكريت الاكسس، هيجيب لك اكسس كي وهيجيب لك سيكريت اكسس كي. تمام، هتيجي هنا كل اللي هتعمله اي دبليو اس كونفيجر هيقول لك دخل لي الاي دبليو اس اكسس كي اي دي، هتيجي هنا كده هتحمل له الاكسس كي ده وهتحطه له هنا وهتعمل انتر، هيقول لك دخل لي السيكريت اكسس كي اللي هو ده، هتعمل شو كده، هتعمل كوي برده وهتحمله هنا. ممكن الكلام دوت يكون هو هو عادي، وهتعمل داونلود مثلا هنا كده فهيتحمله لك في اللوكال ستورج بتاعتك عادي، بس خلي بالك انك لو عملت دون من غير ما تحمله فساعتها مش هيبان البرايفت كي دوت، مش هيبان تاني الاكسس اللي هو الكي عادي دوت هيبان، بس البرايفت كي مش هيبان تاني، فلازم تكون محمله قبل كده يعني، او تمسحه وتعمل كريت اكسس كي مختلف يعني. تمام، انتر. هيقول لك الديفولت ريجون نيم، احنا قلنا تقريبا كانت ما ننساش، بس نفتح هنا ال EFS. كانت ايه؟ النتورك عندنا كانت ال US East 1، ال US East 1. اقول لك ديفولت اوتبوت فورمات مثلا اكتبها جيسون، دي مش هحتاجها قوي. تمام، دلوقتي انت لو عملت نفس الكومنت التاني اللي هو ده اللي هو الكوبي ده كده هيكمبليت وهيداونلود عادي خالص. فدلوقتي كده انت عرفت تاكسس الاي اف اس عندك كده، احنا عملنا كل الكونفيجريشنز الممكن اللي هو دخلت له الاكسس كي اي دي، ودخلت له السيكريت اكسس اي دي، ودخلت له الريجن نيم بتاعتك، ودخلت له اوت فورمات، دي مش مهمه قوي يعني، بس ايه حاططها بجيسون. ممكن كمان تعدلها يعني، مثلا لو عملت هنا كده اي دبليو اس كونفيجر تاني هيقول لك انك عندك الاكسس اي دي هو ده اللي هو اخره كذا، عايز تعدله هتعدله عادي، بس انا ايه مش عايز اعدله فهخرج بره الكومنت ده. تمام، دلوقتي عايز افتح الاي اس تاني، الاس 3 تاني من هنا كده. الاس 3 موجود فيه شويه فايلات، احنا خدنا انهي فايل فيهم؟ مش فاكر، يبقى حلو مش فاكر، يبقى هتعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هتعمل ليست كده، انت خدت منه الاي اف اس، دلوقتي انت موجود في الاي اف اس عندك، وموجود جوه الدايركتوري دوت موجود الفايل او البي دي اف اللي انت عملت له كوبي. ممكن كمان تاني تعمل كوبي لحاجه تانيه مثلا، تعال ناخد كوبي للفايل ده اللي هو جوجل ماب ريديوس، هتاخد الباث بتاعه هنا كده وهتكتب هنا برضو ال AWS S3 كوبي لده، وهتحطه في نفس الدايركت انت موجود فيه، هيداونلود عادي خالص، هتعمل ليست بقى عندك ده وبقى عندك ده، وهتعمل كمان ليست مثلا بالتفاصيل. خلينا مثلا ايه ناخد اخر فايل عن S3 كوبي ده حطه هنا، وهتحطه برضو في نفس الدايركتوري. في مشكلة، هي المشكلة موجودة هنا، كويس اللي بتقابلنا مشاكل عشان نعرف نحلها. المشكلة اللي بتقابلني هنا ان الاسم بتاع او الكومنت نفسه ما ينفعش يكون فيه سبيسز، عشان هيقراها دوت كده عبارة عن element في الكومنت دوت item تاني في الكومنت، فما ينفعش يكون اسم الفايل عندك فيه سبيسز. فانا كل اللي هعمله بس هاجي هنا في ال S3 عندي، وهاجي هنا اعمل rename object actions، هعمل rename object، همسح بس ايه السبيس اللي موجودة هنا، وهعمل save change، وهاجي هنا كده ده جوجل فايل سيستم اللي هو ده، وهناخد برضو منه كوبي
وهنعمل نفس الكلام AWS S3 copy، ونعمل copy ده وبعدها ندوس نفس الدايركتوري، فساعتها هيتحمل عادي. لو عملنا ليست هيتحط لي الداتا فايلات اللي انا حملتهم، لو عملنا ليست اول هيجيب لي كل الفايلات اللي انا عملتها، كبر بس كده، كل الفايلات اللي انا عملتها والبيرميشنز بتاعتها كمان، دول كده الفايلات اللي انا ايه حملتهم. تمام، البيرميشنز عندي بقى دي مهمه ليه. تعال نروح فاكر الانستنس الثانيه، الانستنس الثانيه اهي، الانستنس الثانيه اهي، لو عملت ليست هيجيب لك نفس الفايل اللي انت حملتها، دي انستنس تانية خالص، دوت فيرجوال ماشين تانية خالص، بس قاري نفس الاي اف اس الموجود عندك، كمان دايركتوري مختلف، مش مهم. تعال نبص هنا كده، هتلاقي ان هنا الانستنس دي شايفه الاليستيك فايل سيستم بالماونت تارجت، دي الماونت تارجت انت مستخدم فيها اللي هي الاي اف اس 2، اما هنا انت مستخدم اللي هو الدايركتوري اسمه اي اف اس 2، انت هنا انستنس تانية خالص مستخدم ماونت تارجت تانية خالص، بس مستخدم فيها اسم الدايركتوري عندك اي اف اس، الاثنين بيأكسسوا نفس الاستورج اللي موجوده هنا. فنفس اللي حصل هنا، انا هنا دي الاي اف اس 2 بتأكسس نفس الاستورج اللي موجوده هنا، اي تغيير هيحصل هنا هيحصل هنا. تمام كده، تمام. عايزين بقى نلعب في البيرميشنز شويه. لو جيت هنا مثلا في الروت عندي، رحت مغير البيرميشنز ازاي، عملت مثلا تشينج مود وخده مثلا 700، فساعتها اي يوزر تاني او اي اذرز تانيين، اي جروب تاني او اي اذر تاني مش هيشوفوا الفايل اللي انا عايز اعمل له كده. ممكن اخلي مثلا ايه الاي اف اس يو جي دوت بي دي اف اتغير. لو عملت ليست اول الاقي ان الفايل ده في الاول كان ايه، كان عنده رايت هنا وعنده رايت هنا للاذر والجروب، هنا مبقاش عنده ولا اسف ريد، ولا عنده ريد هنا ولا عنده ريد هنا. فلو جيت للانستانس التانية بقى عملت ليست هيظهر لك عادي، بس لو عملت كات اللي انت عايز تقرا الاي اف اس بس دوت دوكيومنتيشن هيبقى كبير قوي. ممكن نجرب الحوار دوت، ماشي نكتبه بس الاول، هو هيظهر مش هيفتح اصلا بي دي اف، بس اللخبطه، انا اصلا كنت فاتح الروت انستنس، انا مش عايز افتح ده، انا عايز افتح اللي هو الانستنس العادي اللي هو اليوزر العادي. لو عملنا ليست هيظهر، بس لو عملنا كات اللي احنا هنقرا الفايل ده اللي هو الاي اف اس يوزر جايد بي دي اف هيقول لك ان هو البيرميشن ديناي اللي هو مش هيفتح لك اصلا. اما لو لما عملته هنا هو عشان بس دوت بي دي اف دوكيومنتيشن كبير جدا يعني، فعمل لك المشكله دي. تعالى ايه نشوفها اوضح على فايل صغير. تعالى مثلا في الروت عندي هنا كده، انا كده عندي في الروت ماشي، عايز افتح تكست مثلا اسميه تيست دوت تكست، وهكتب فيه اي حاجه، مثلا هقول له مثلا ايه ويلكم فروم ديستريبيوت فايل سيستم توتوريال، واحط مثلا ايه فروم بيج داتا تيم، واعمل مثلا ايه سيف. انا كده عملت سيف. لو عملت هنا ليست للفايلات اللي عندي هتلاقي ان تيست تكست بقت موجوده. لو عملت ليست اول الاقي ان بقى عندي البيرميشنز بتاعتي باي ديفولت بيديهاني ريد وريد للاذر والجروب، وبيديني ريد ورايت للاونر او للروت يعني. لو عملت هنا الكات تيست دوت تكست هيظهر لي الداتا بتاعته عادي، ويلكم فروم دي اف اس توتوريال وفروم بيج داتا تيم. لو غيرت بقى التشينج مود لل، تعالى هنا كده، ده كده الـ EC2 يوزر، نخليها كده صغيرة والروت عندي هو الكبير. تمام. لو عملت ليست هيظهر لك برضو الملف اللي أنا زودته جديد. لو عملت له كات التست دوت تكست هيظهر لك عادي، عشان هنا الريد بتاعتك موجودة فهنا هتريد عادي، بس لو عملت له نانو عايز تفتحه هو هيفتح دوت تكست، بس هيقول لك ما ينفعش unwritable، ما ينفعش تكتب فيه، ما ينفعش تعدي فيه حاجه. لو عملت له حتى سيف مش هيرضى يعمل سيف، هو بيقول لك هنا الفايل دوت is unwritable. تعال بقى نغير، ماشي خلاص احنا عرفنا نعمل ايه كده كده ايه خلاص اكزيت ماشي تمام. تعالى بقى نغير البرميشن بتاعك، خليها مثلا 707. فدلوقتي انت عندك تعرف تعمل رول، تعرف تعمل كل حاجه في الفايل ده اللي هو تيست
التكست غيرته، لو عملت ليست اول هتلاقي بقى عندك هنا ايه الرايت الريد والرايت والاكسكيوت عند الاذر او عند الجروب. تعالى هنا عند اليوزر ده كده هتعمل نفس الكلام نانو تيست دوت تكست، هتلاقي هنا بيعرف تكتب عادي بقى هنا مثلا ايه from user instance تمام كده، هتعمل سيف كده انت غيرته. عملت مثلا كات للتيست دوت موجود هنا هتلاقيه اتغير from user instance اتزودت، ونفس الكلام لو حطيت هنا كات وهتقراه من هنا التيست دوت تكست هيتقري برضو بالتعديل اللي حصل. تمام، ممكن تشيل منه كل ال passing clear الأول، ممكن تشيل منه كل ال permissions بتاعته عند الناس التانية 700 للتست دوت تكست كده. انت list all بقى عندك مفيش أي instance هنا للتست بتاعتك. تعال هنا مفيش أي هنا permissions لل others عندك أو جروب عندك. تعال هنا عايز تعمل كات لي التست دوت تكست هيقول لك البرميشن دو نوت مش هتعرف تفتحه، مش هتعرف تقراه اصلا، بس لو عملت ليست هيظهر انك عندك فايل اسمه كده بس مش هتعرف تقرا اللي جواه ايه. حتى لو عملت نانو كده عايز تفتح الفايل نفسه هيقول لك برده مش هينفع تقراه، البرميشن دو نوت انك اصلا تريد الفايل ده. ماشي نيكست. في كومنتس تانيه شفنا الميك دايركتوري، شفنا او ما شفناش الريموف، شفنا الكوبي. ممكن تعمل ملف فاضي، فايل فاضي، انك مثلا هنا تعمل تاتش سميه مثلا empty dot text. لو عملت ليست هيظهر لك empty dot text هنا، لو عملت نانو لل empty dot text هيظهر لك فايل فاضي بس ينفع تكتب فيه عادي، انا هسيبه فاضي دلوقتي. ماشي. في تاني عندك كات شفناها، عندك نانو شفناها، عندك ال change mode شفناها، عايزين نشوف ريموف. تعال مثلا ريموف ال empty اللي موجود هنا. الريموف اللي موجود هنا نعمل ريموف عادي empty dot text. عايز تمسح الفايل دوت هتقول له yes. لو هتعمل ليست تاني هتلاقي ان ال empty dot text مبقاش موجود، نفس الكلام هنا هتعمل ليست تلاقي ال empty dot text برضه مبقاش موجود. ممكن تكوبي حاجة من الـ AFS للـ S3 نفس الفكرة بالظبط، تعمل AWS S3 هتحط كوبي لمثلا ايه للـ test dot text. انت عندك الفايل ده عايز تحطه فين؟ افتح مثلا S3 هنا كده وعايز تحطه في نفس الدايركتوري ده اللي هو هنا اللي هو عايز تحط تزوده هنا. تمام، فانت هتجيب اللي هو الاسم ده بس هتمسح منه بس اسم الفايل، انت عايز الدايركتوري بس اللي هو محسن S3. دلوقتي انت هتكوبي التست تو تكست دوت لمين؟ للدايركتوري دوت موجود في S3. تعمل كده هي ابلود، تعمل ليست مفيش اي تغيير، هو انت كل اللي عملته بس خدت دوت حطيته هناك. فتعالى هنا عند ال S3 لو عملت ريفريش هتلاقي زود لك التست تو تكست. لو عملت داونلود هنا كده وفتحته هتلاقي موجود فيه نفس اللي انا حطيته from user instance welcome from DFS tutorial from big data team. في اي كومنتس تانية سيبناها؟ في الكوبي شفناها، الريموف في الريموف دايركتوري طبعا موجودة برضو. تمام، وكده نكون شفنا ايه. كده نشوف التوتوريال دوت عبارة عن اللي احنا فين. شفنا ازاي نعرف ناكسس، تعال نشوف ازاي نمسح ده كله كده، ازاي فهمنا ايه هي الفي بي سي اللي هي الفيرجوال فيرجوال برايفت كلاود للاي دبليو اس، ممكن تديفاين انت الخاصه بيك، وشفنا يعني ايه افيبيليتي زون لكذا افيبيليتي زون موجوده في الكلاود عندنا. وفي الفي بي سي عباره عن شويه سب نتس، انت عندك شويه سب نتس كل سب نت فيها ممكن تعرف شويه انستنس بين الاي اس الاي سي 2 والاي سي 2 الواحده، هتعرف تاكسس الامازون الاستيك فايل سيستم لما تماونت تارجت او للبوينت بتاعتها اللي هنا تكون موجوده في الابيد زون بتاعتها. ان احنا لما عملنا كرييشن للامازون الاستيك فايل سيستم دوت عرفنا نعمل فيها الماونت تارجت، قلنا مثلا عايزين ماونت تارجت للابيد زون كذا
والسيكيورتي جروب بتاعتها كذا، وسيبناها تحدد هي الاي بي ادرس براحتها. نفس الكلام عملناه في الافيريتي زون الثانيه، وبعدها لما فتحنا التيرمينال عندنا وعرفنا الاكسس الاي سي 2 انستنسز بتاعتنا بالبرايفي كي اللي احنا كنا عاملينه برضو، وعرفنا نعمل ماونت بالكومنت اللي بيدهولنا الاي اف اس فايل سيستم من زرار اتاتش اللي هو كان هنا، اللي هو كان اتاتش، كان الكومنت ده كده عمل لي الماونتنج بتاعي، وكمان فهمني يعني ايه كل الاوبشنز بتاعت اللي انا استخدمتها هنا كده. عرفت ساعتها اكسس الفايل بتاعي، عرفت اكسس الاي سي 2 انستنس بتاعت اللي هي عباره عن التيرمينال ويندو اللي هي عباره عن المنظر ده كده، عرفت اكسس بيها الفايل سيستم عندي. ونفس الكلام نفس الكومنت مختلفه هنا اللي هي عباره عن الكومنت الثانيه دي، بقى عندي تو كومنتس او عندي تو تيرمينالز تعرف برضو تاكسس نفس الكلام. اي تغيير بيحصل من الروت دوت، انا مثلا هنا انا عملت هو الروت وعملت هنا يوزر عادي، اي تغيير بيحصل من الروت هنا دوت بيشوفه على طول. لو غيرت تشينج بيرميشن هنا مثلا لليوزر او للجروب هنا بيتغير برضو في نفس اللحظه. اي تغيير هنا بيحصل هنا، اي حاجه بعملها هنا بتظهر هنا في نفس الوقت، عشان هم كلهم بيشيروا نفس الاستورج بتاعت الاستك فايل سيستم. وبس كده عرفنا ازاي نستخدم الديسيبل فايل سيستم بالامازون سيرفيسز، وعرفنا التفاصيل بتاعتها كلها، وشفنا الكومنتس بتاعتها، وشفنا الكونفيجريشنز بتاعتها كمان بالاكسس كي والسيكريت اكسس كي اللي جبناهم من السكيورتي من الاكونت بتاعنا الاساسي اللي هو سكيورتي كريدنشنز. هنا كده عرفنا نجيب الاكسس كي دي مهمه عشان ممكن توقع مثلا اي اكسس من السكيور شيل بتاعتنا. بس كده شفنا الكومنتس بتاعتنا بتاعت لينكس دي بيزك كومنتس بتتعامل مع لينكس، بتتعامل مع لينكس عادي زي ما قلنا في الاول خالص. الاي اف اس اصلا الباور بتاعتها انك بتتعامل مع النيتورك او بتتعامل مع الكلاود عندك على اساس ان هو اللوكال ستورج عندك عادي خالص. بس ودي الريفرنس اللي انا عملت منها التوتوريال، هي عباره عن التو دوكيومنتيشنز بتاعت الدوكيومنتيشنز بتاعت الاستيك كومبيوت كلاود دوكيومنتيشن، وكمان الدوكيومنتيشن بتاعت الاي اف اس. وهتشوفوا كده تقدروا تلاقوا الدوكيومنتيشن في اللينكات دي. وكده اكون خلصت، وشكرا جدا وسلام.